صعب جدا أن أصعب جدا أن أخالف رأيي. توفرت عدة قضايا مما أثار حفيظة والدي علي، وفي ظني بسبب تحريك الحاقدين الحاسدين الباغضين لأبي ضدي. فذات يوم ونحن على طعام العشاء قال لي بلسان عربي مبين بعد بيان منه عن الوضع اللي عايش أنا معه من حيث مخالفتي إياه، قال: إما الموافقة وإما المفارقة. فقلت له: أمرني 3 أيام حتى أفكر في الأمر. قال: كذلك. فجئته بالجواب: ما دام أنك خيرتني فأنا أختار أن أعيش بعيدا عنك حتى لا أزعجك بمخالفتي لمذهبك. وكذلك كان. فخرج من عنده ولا أملك درهما ولا دينارا. وأذكر جيدا أنه قدم إلي 25 ليرة سورية فقط وأنت خارج من البيت. لما خرجت من البيت، أيوة. لكن أنا في هالمدة كلها كنت أسست نواة من الإخوان السلفيين، وكان أحدهم له حانوت يبيع فيه الحبوب، القمح والشعير والفول ونحو ذلك، وكان في نفس المكان الذي أنا استأجرت فيه دكانا لي، فأقرضني 200 ليرة سورية حتى استطعت أن أستأجر المحل. وكان عند والدي بعض الآلات القديمة التي لا يستعملها وليس بحاجة إليها، فأعطاني إياها، فاستقللت في العمل. ومن فضل الله علي أنني كنت دقيقا في مهنتي وناصحا فيها، فكثرت الزبائن، ويقولوا عنا بالشام: وآل الكريم خذ رب العالمين. اي نعم. كان لك يا شيخنا 23 سنة مثلا في الخدمة دي كده ولا؟ نعم، يعني كنت جاوزت الـ20، نعم. لأن عندي كتاب الذي أعزو إليه أحيانا باسم الرياض، إيش الروض النظير، نعم، في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير. فهذا كان عمري لما انتهيت منه يمكن 21 22. اي نعم. المقصود هناك استقللت في عملي وفي فكري، وكنا نقيم دروس في الليل عند بعض الإخوان. فيما بعد لما اتسعت دائرة الدعوة استأجرنا مقرا، وكنا نلقي فيه دروس الحديث وفقه الحديث على الدعوة. ولا شك أنه شاعر أن الدعوة فيها خير كبير، من جهة فيها شر بزعمه هو أنه خلاف المذهب مثلا في بعض القضايا، لكن عرف أن الخير غالب على الشر، فبدأ يتردد عليه في الدكان من قبل بعد هذا كله. كان لا يتردد، لكن أيضا ما تجرأ يدخل الدكان. الله أكبر. هذه نحكيها كبيان للتاريخ للواقع. الله أكبر. لكن اختلف عن ذي قبل. نعم. وبطبيعة الحال أنا كنت أزوره في بيته وشاهدت مرض وفاته،
ووفاته أيضا، وكان هذا من فضل الله علي، لأني كنت مسافر كعادتي السفرة الشهرية إلى حلب، فأنا أجيت وجدت مريضا يومين ثلاثة والله أخذ أمانته، فتولينا وصلينا عليه وعلى السنة من السنة. وهذه طبعا خلاف مذهبه من جماعة. في هناك مسجد يزعمون أنه مسجد عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق في شارع كبير شارع بغداد يرحمك الله، هن بيفوتوا الناس عامة بيصلوا صلاة الجنازة في المسجد. المذهب الحنفي يكره ذلك، ونحن نرى السنة صلاة خارج المسجد لكن يجوز في المسجد. على ذلك صلينا عليه خارج المسجد، الأرناؤوط كلهم بيشلحوا نعالهم وبيدوسوا فوق منها، أنا ما شلحت صليت فينا علي، وبينا لهم في مناسبات كثيرة جدا يا جماعة إذا كنتوا تنزعوا نعالكم خشية أن يكون في نجاسة ليش عم تدوسوا عليها؟ شو الفرق بين خلعتوها ودستوا عليها وبين أبقيتوها كما هي؟ فإن كان لابد إيموها حطوها جانبا وصلوا في أرجلكم على الأرض. أنا صليت حسب السنة وهكذا، ويعني شيعنا الوالد رحمه الله على السنة ولم نطاول. فأقول يعني في آخر حياته كان يتردد علي قل لي لما ندخل في شيء من المناقشات، أنا لا أنكر أنني استفدت منك. فأنا بدأت حديثي أن أنا شعرت هذا في منطلق حياته، لأنه بطل يزور المساجد هذه، كنت أنا زوره معه وأنا صغير، المساجد مبنية على القبور بطل الحمد لله يقصدها. فحمدت الله على أنه مات والحمد لله راضيا والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير الشيخ، تفضل الشيخ. حديث يعني ذو شجون كما يقال. حلو الحديث.